أهلا وسهلا أخت مريم، أنت معانا على الهوا. أهلا بيك حضرة القسيس، أهلا وسهلا فيك، تفضلي أختي. الصوت واضح؟ واضح. ميرسي على ما عنوان الحلقة ده، لأنه جاي في ميعاده وإحنا في احتقان في الشعوب، في كراهية كل يوم بنشوفها على السوشيال ميديا، وللأسف اتسربت لينا حتى اتسربت لولاد الرب من الانتوراج للأسف اللي هو غير مؤمن وغير غير مسيحي. فالحلقة دي جت في ميعادها، لأن لو تأملنا فعلا في مثل السامري الصالح هتلاقي المسيح كالعادة هو بيكسر أي ستيريوتايب اتعمل أو الإنسان عمله على مدار حياته. فعلى مدار حياتنا كبشرية، قريبي هو اللي بيشاركني الأفكار اللي مش بنتعارض مع بعض، اللي احنا مع بعض سمنا على العسل زي ما بيقولوا في مصر. العدو بتاعي هو أي حد مش بيشاركني حتى الأفكار دي، أو بيتعبني في بيقومني whatever. فالمسيح كالعادة قصر الاستيريوتايب ده بمثل السامري الصالح. لو حبينا نطبقه عمليا، تسمح لي أطبقه عمليا بالواقع اللي احنا فيه؟ زي ما نقول لحد مثلا، جبنا واحد مثلا يهودي أو إسرائيلي وقلنا له مين هو قريبك، لازم يكون قريبك هو الفلسطيني، أو العكس لو جبنا واحد فلسطيني وقلنا له من هو قريبك، وياريت يبقى الفلسطيني يكون مسيحي كمان عشان يبقى فاهم علينا، ونفاجئه ونقول له إن قريبك هو الإسرائيلي، ساعتها معرفش هيبقى رد فعله إيه. يعني أتليست المعلم اللي جاي سأل المسيح أخذ الموضوع بصدر رحب وفهم وما اعترضش. بس احنا ممكن للأسف دلوقتي تلاقي اعتراضات لما نقول إن قريبك هو الشخص اللي انت actually معتبره عدوك. وإزاي نقدر بقى نتعامل مع القريب اللي هو لو حطينا between brackets عدوي؟ أنا لو شفته يمثل صورة الله، إن صورة الله دي لازم تكرم وتحترم، أنا أكون كده ماشية زي المسيح. كل إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، يعني جواه الإله. فأنا بتعامل مع اللي قدامي حتى لو كان عدوي على إني لازم أكرمه زي ما حكرم الإله فيه، حكرم المسيح فيه، مش هيكون في مشاكل على مستوى البشرية كلها. هي كده بالظبط اللي المسيح حب يفهمه لنا. آمين آمين. شكرا كثير على المداخلة أخت مريم. ربنا يباركك. وفعلا يعني تطبيق الآيات، يعني أنت أصبتي على الهدف. الهدف يعني من هو قريبي.